أحد رجالات هذا الوطن العزيز الذين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبكل شيء من أجل أن نحيا سعداء في عزة وكرامة على هذه الأرض الطيبة. ونحن في شهر نوفمبر شهر الثورة أعظم شهر عندنا نحن الجزائريين، ومع هؤلاء الرجال العظام مع السيد عمر صبري أحد رجال هذه الثورة العظيمة سي موسى معزوني أخوة المجاهدين وقادة الجيش سي عمر راها غطي عليها غطيها كل واحد باسمه لأنهم الحمد لله احنا الجزائر هذه الجزائر ولادها صمازوز والحاج يحفظهم ان شاء الله الجميع رجال الجيش اللي هم ساردوا جيش التحرير الوطني ندعو الله عز وجل في هذه المناسبه العظيمه. ورانا نتحدث مع عمي الحاج عمر قلت له احنا مؤخرا في مسعد كنا في ترميم احد المساجد اكتشفنا 29 رفات الشهداء في دائره مسعد يعني كان عندنا مسجد مسعد حتى سمي مسجد الشهداء. طبعا يعني فرنسا وجرائمها في الجزائر معروفه والحمد لله يعني هذا الارض الطيب التي سقيت بدماء الشهداء. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا انه لما يشكرش الله الناس لم يشكر الله تعالى. احنا رانا جينا من مسعد وكلنا فخر واعتزاز وعارفين اجرنا كبير عند الله تعالى بهذه الاسره هذه الاسره العظيمه اللي اسره مجاهده ربي بلاد البلاد كان كل مجاهد يعني بسكرة عامة مجاهدة وحنا الحمد لله بسكرة تعلمنا بها وقرينا بها القرآن في الزاوية تاع كرات قادر في زاوية ولاد جلال عند الشيخ عبد الجبار الله يرحمه في سيدي عقبة المعهد الإسلامي العظيم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة هذه اللحظة أن يبلغ صلاتنا وسلامنا للحبيب صلى الله عليه وسلم وندعو الله عز وجل للفقيد الجزائر ما نقولوش فقد أسرة ولا فقد الجزائر. أنا قاعد أثرنا بهذا المصاب ندعو الله عز وجل نقول اللهم ارحم الشهداء. آمين. ربي يرحم الشهداء إن شاء الله. آمين. المجد والخلود الشهداء كما قال عمي عمر عمر صخري قال لي دماء الشهداء ما زالت تسيل. وذكرت قبل أيام عندنا في مسعد كان أسرة مات ولادها في أثر انفجار في قطشار بوموريس. يعني اولاد صغار ماتوا يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يعني كل يوم يعني رفقه الشهداء. والجزائر هذه الحمد لله على نعمه الاسلام دائما نقول الحمد لله على نعمه الجزائر. عندنا الوطن العظيم تاعنا اللي هو الجزائر والخيرات النعم اللي اعطاها الله تعالى. الجزائر لها قاره ضعيفه ربي يحفظ الجزائر ان شاء الله. اللهم جمعنا هذا لا تدع فيه ذما الا غفرته. ولا هما الا فرجته. امين. ولا مريضا الا شفيته. امين. ولا دينا الا قضيته. امين. ولا مسافرا الا الى اهله سالما غانما رضيته. امين. اللهم بلغ المقاصد. واعط كل واحد من حاضرين مراده ومناه ومبتغاه. امين. احنا نفتخر لما نجلس مع ابائنا المجاهدين اللي فعلا ضحاوا ومازالوا يعني حتى الجلسه هذه بالنسبه لي راها وسام مش امر سهل. فنسال الله عز وجل يجعل محبتنا خالصة لوجهه إن شاء الله. نقرأ الفاتحة ترحم على روح الفقيد وروح الشهداء بصفة عامة شهداء السابقين ولا يعني الجزائر مازالت لها تموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اللهم